صباح الخير عليكم. أزول كلاون، اليوم رانا نقوم بعملية إعادة إسكان العائلات المتضررة من زلزال 2022، وبالضبط نحن في مسكن الورطة التابع للسيد مزهود السعدي. هذا المسكن يعني تقطنه عدة عائلات، هي كلها تابعة لورثة السيد مزهود السعدي. هناك شقق تم غلقها من قبل وبقيت 9 سكنات، إذن تم إجراء عملية القرعة لفائدة هذه العائلات، واليوم نقوم بإعادة إسكانهم. سوف تغلق طبعا هذه السكنات لأنها كما ترون تشكل خطرا على ساكنيها وعلى المرة. توجه العائلات المستفيدة إلى القطبين الحضريين الجديدين للن سومر والشيخ المقراني. أعطيت الرغبة للعائلات لاختيار إحدى القطبين. إذن هنيئا لهذه العائلات المتضررة من الزلزال، هنيئا لها بسكنات الجديدة التي تضمن لهم العيش اللائق. وفي القطبين يعني تتواجد وتتوفر جميع المرافق الضرورية، ما قلت سكنات جديدة لائقة تضمن لهم العيش اللائق. هنيئا للجميع وشكرا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.